الأستاذ الفاضل ناصر عميد الششكاوي رئيس الإذاعة المصرية، كما شرفه بالحضور السيد الأستاذ محمد عويضة رئيس شبكة القرآن الكريم القادم إن شاء الله، وشرف المكان أيضا بالإذاعة الكبيرة الأستاذ السيد صالح والمدير العام لإذاعة القرآن الكريم والإذاعة المصرية الأستاذ سعد عبد اللطيف. والآن نتجاوب مع فضيلة القاضي الشيخ أحمد محمود علي تلم، وأشرف أن أقدم الميكروفون فضيلة الإذاعة الكبيرة الأستاذ السيد صالح لكي يقدم إليكم الأستاذ محمد عبيرة والأستاذ أحمد تلم إن شاء الله. وقد جاء سائل يسأل السيدة عائشة رضي الله عنها
فهو تكلم على يد الشيخ محمد رفعت، وقام رحمه الله كما قال لي وكما نشر عنه في الاحاديث الاذاعيه والصحفيه لاستكمال اشرطه الشيخ محمد رفعت بعد وفاته. وعاصر رحمه الله بدايه الاذاعه المصريه، فهو سجل حافل للقراء وللرعيد الاول، فهو يصور لك نشرة الاذاعه المصريه ورؤساء الاذاعه المصريه على مر العصور، بل ويحتفظ عليه رحمه الله بعلاقات طيبه بمذيعي الاذاعه المصريه عبر تاريخها الطويل. ويقول رحمه الله بان الرائد الاذاعي الراحل الاستاذ علي خليل كان دائما ما يحضر تسجيلاته الاذاعيه. ويقول ايضا بان الموسيقار محمد عبد الوهاب ايضا كان يحضر هذه التسجيلات ويثني عليه، حتى قال لي رحمه الله بانه قرأ عزاء والد او والدته ام كلثوم عليها رحمه الله الى شيخنا الراحل، كان يحتفظ بحب الجميع سواء كانوا علماء او فنانين او مثقفين. وكان رحمه الله من اوائل الذين قرأوا في القصر الملك وتحتفظ الاذاعه المصريه بصور جميله لشيخنا الراحل، وهو يقرا امام الملك فاروق ومعه الشيخ مصطفى اسماعيل ومعه الشيخ طه الفشني عليهم جميعا رحمهم الله. وشيخنا الراحل له صولات وجولات في الاذاعات العربيه والاسلاميه، بل ان اذاعه لندن كانت تذيع يوميا للشيخ رحمه الله في تمام الساعه السادسه يوميا، كانت اذاعه لندن تفتتح ارسالها بتسجيل للراحل الكريم فضيله الشيخ ابو العنين الشريشه. وظل رحمه الله في خدمه القران الكريم واهل القران الكريم، حتى انه بعد ان توقف عن التلاوه واعتزل التلاوه في السهرات والليالي كان رحمه الله حريصا على قراءه السوره بمسجد السيده زينب رضي الله عنها وارضاها بعد وفاه الشيخ ابراهيم الشعشعي والذي جاء الى المسجد خلفا لوالده الراحل الشيخ عبد الفتاح الشعشعي. وظل رحمه الله في خدمه القران الكريم سواء في وزاره الاوقاف من خلال رئاسته للجان وزاره الاوقاف القرانيه لابتعاث القراء الى الخارج، او في الاذاعه المصريه فقد كان رحمه الله عضوا بارزا في لجنه اختبار القراء والمتكلمين في الاذاعه، وكان محبا للجميع، وكان يفتخر بان الاصوات الجديده من الشباب الذين ظهروا على الساحه المصريه هم من اكتشافه جميعا. فلا صوت تسمعونه الا وقد تكلمنا على الشيخ الراحل فضيله الشيخ ابو العنين الشريشه. وكانت اخر رحلاته عليه رحمه الله كان معنا قبيل اندلاع الثوره المصريه، وكنا في زياره لمحافظات جنوب الصعيد باذاعه اسوان لاكتشاف المواهب القرانيه، وكانت هذه من اواخر الجلسات التي عقدتها لجنه القراء، وسافر علي
المصرية والذي جاء ليقدم واجب العزاء في رحمه الله الكريم، ومعه الأستاذ محمد عويضة رئيس شبكة القرآن الكريم، والرائد الإذاعي الأستاذ محمد أبو وفا، والأستاذ سعد عبد اللطيف مدير عام التطبيق الديني. أيها الأحباب، إنني مهما تحدثت فلن أوفي الشيخ الراحل الكريم حقه، ولكني معكم نلتفئه عند الله تبارك وتعالى، فهو ممن خلق القرآن الكريم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسكنه في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أيها الأحباب، نستمع معا إلى فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمود علي البنا. Oh,
Thank you.
أو العلم شاهد